جم احنا بقالنا بتاع شهر بيقولوا لنا هنجيب لكم بديل، هنجيب لكم بديل. احنا عايزين قالوا لنا التلات محدش جاب التلات، قالوا لنا الخميس محدش جاب الخميس برضه. جه امبارح عشان نفرش قالوا لنا ايه، خلاص امشوا يوم التلات هنعمل لكم بديل. واخد بالك؟ ولا تلات هنشوف بديل ولا اربع هنشوف بديل، ولو ما جوش خلي بالك شافوا لنا بديل هنرجع برضه تاني نفرش من المحطه. انا عن نفسي بفكر امبارح بالليل اجيب كيسان حشيش وابيعهم، اصل كده مفيش. ابيع ايه؟ ابيع مخدرات، هجيب علبه برشام وابيعها. لما مفيش اكل عيش يبقى نعمل ايه؟ ده سهل قدامي، اروح اجيب كيسان حشيش وابيعها. هنرجع مكاننا، ولو هيحصل بقى اندباح بقى، لو هندب بعدينا بقى هنعمل اي حاجه. هو ده لو حصل انت شايف ده؟ خد يا معلم، ما هنعمل ايه؟ طب ناكل عيش ولا نموت؟ ولا نجيب بقى زي ما قال لك الراجل التاني حاجات كده؟ والله العظيم ما تجيب جنيه فكه حاجات الزباله دي ونعملها. لو ينفع والله في ربع في جيب فكه، لو ينفع نجيب حاجات من الحاجات اللي قال لك عليها الراجل التاني ده. عشان انت عايز تاكل عيش بس؟ اكل عيش بالادب بقى ولا اكل عيش بقله الادب؟ هم انا ودوا المترو ورا، هنرجع ورا. ودوا المترو باي حته المحطه الاخيره، احنا ورا المترو. احنا عاوزين المدام بتاعنا كويس، احنا عاوزين منظر حلو، احنا مش عاجبنا منظر حلو، احنا مش عاجبنا، مش عارفين نجيب عيالنا. طب ما يوديناش بقى هناك في بلطجيه وفي حراميه في العين في حراميه. ده صلاح سالم المربع اللي هناك ده من عزب الزين، من عرب الوالده، من العزب دي كلها، دي بلطجيه من العزبه القبليه كلها بلطجيه. ومن عرب الزين ومن منشيط ناصر ده في خسايا.